نستهل مشاهدينا هذا الحصاد بأخبار كأس أمم إفريقيا في نسختها 31 الغابون 2017 والتي تتابعونها حصريا عبر قنوات بين سبورتس. التحقت إذن الكاميرون بمصر في نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزها على غانا بهدفين دون مقابل في مباراة مثيرة لتبلغ الأسود غير المروضة النهائية للمرة السابعة في تاريخها. 35 عاما مرت على آخر تتويج لغانا باللقب الإفريقي، وعلى الكاميرون تناوبت السنون 15 على آخر كؤوس الكان. بات واضحا إذن أن شعار المباراة 30 في العرس القاري سيختزل في جملة وحيدة: الخطأ مرفوض في مواجهة غانا والكاميرون من أجل حلم نهائي 5 فبراير. التنبيه الأول في اللقاء كان كاميرونيا، وكذلك الثاني من ديب تامبي صوب الحارس رزاق. الدقائق الأولى على الميدان أظهرت أن الأسد الكاميروني أقوى بكثير من الوقوع في شرك النجوم السوداء التي استغرقت حوالي 25 دقيقة للدخول شيئا ما في إيقاع المباراة، فيما أضاع جوردان أيو أول تهديد حقيقي للبلاك ستارز في الدقيقة 40، ومثله فعل أتسو بعده بقليل. بين الشوط الأول والثاني تغير كل شيء، فبين لحظة وأخرى اختلف إيقاع الغانيين، وأمام أعين المتربص كوبر تربصوهم بالأسود، هاجموا حتى كادوا يصيبونهم في مقتل لولا يقظة أندوا لأندري أيو. هنا يسدد مبارك وكاسو نحو مرمى أندوا الذي أبان عن استماتة في الدفاع. من الواضح إذن أن غانا نفضت الغبار عنها ولمعت صورتها لتليق بنزال ما قبل النهاية. ضاعفت من هجماتها حتى أوشكت أن تربك دفاع الكاميرون، لكن وكأن الكرة ترفض أن تصف مع النجوم ضاعت هذه المحاولة بغرابة. ما أفلت من البلاك ستارز سيمسكه غادون غادجوي في الدقيقة 72. الجلاد الكاميروني يستغل زلة جون بوي ويتقدم بالأسود غير المروضة خطوة نحو المشهد الختامي الذي حجز كريستيان باسوغوغ بطاقته بشكل نهائي في الوقت بدل الضائع بالهدف الكاميروني الثاني. غانا لا شيء، الكاميرون هدفان عبر بها لمواجهة فراعنة مصر عن جدارة واستحقاق. هذا وعبر بنجامان موكانجو لاعب منتخب الكاميرون عن سعادة زملائه الكبيرة بهذا التأهل، مؤكدا أن النتيجة النهائية لن تؤثر على فرحة الشعب الكاميروني. أما مسجل الهدف الأول ميكايل نجاجوي فقال إن الأسود غير المروضة لم تكن تؤمن قبل انطلاق البطولة بقدرتها على بلوغ المشهد الختامي. Je suis peut-être le
أنا قد أكون أسعد لاعب في العالم، ولكن ليس أنا فقط بل كل زملائي في المنتخب. نحن سعداء، وخاصة وأننا استحقينا هذا الفوز والترجح. دخلنا المباراة بهدف الانتصار، كنا قد خرجنا بعد 120 دقيقة من مباراة السنغال بإرهاق كبير، ولكننا نجحنا رغم ذلك في الفوز. لدينا مجموعة تعيش تجربة ومغامرة استثنائية، نعيش الأيام يوما تلو الآخر شيئا فشيئا. وكما ذكرت لزملائكم، أتمنى أن تتواصل المغامرة، ولكن لسوء حظنا ولحظي سوف تتوقف الأمور يوم الأحد. مهما كان الأمر، مهما كان الفائز، سوف نكون سعداء بعد هذا النهائي، لأننا أعدنا السعادة ل 22 مليون كاميروني. شكرا، سعادة كبيرة جدا لا يمكن أن نصفها بالكلمات. نحن سعداء للغاية، لأن ما حققناه اليوم أنا وزملائي شيء لم يتخيله أي شخص. لم نؤمن منذ البداية بحظوظنا كثيرا، ولكن بلوغ هذا المستوى الآن، أنا أحيي كل طاقمنا، أحيي كل زملائي كذلك، والحفلة ستتواصل في ليبروفيل يوم الأحد. أرحب الآن مشاهدينا بضيف الحصاد الكابتن مولود مذكر، المحلل الفني لقنوات بي إن سبورتس. أهلا بك كابتن. أهلا وسهلا. الكاميرون إلى النهائي على حساب غانا في مباراة هي الأكثر توفرا على المحاولات التهديفية، ريتم عالي، قوة بدنية، كل شيء كان ممتع في هذه السهرة التي دعنا نقول أفرحت الأسود وأبكت النجوم السوداء. بالفعل استحق المنتخب الكاميروني الفوز في هذه المباراة من خلال المردود اللي قدمه في الشوط الأول، لكن شاهدنا في الشوط الثاني تراجع المنتخب الكاميروني، سيطرة مطلقة للمنتخب الغاني، لكن بعد تسجيل الهدف الأول شاهدنا المنتخب الكاميروني أكثر استماتة على مستوى خط الدفاع، ثم حصل على الهدف الثاني، وبالتالي فالمنتخب الكاميروني قبل الدورة لم يتوقع أن يصل إلى حتى النصف النهائي، بعد والسبب بعد عدم مرافقة 8 لاعبين أساسيين للمنتخب والذهاب إلى الغابون، وبالتالي في المنتخب ضم لاعب شباب الآن وصل إلى المباراة النهائية. يعني الفريق قدم كل شيء في كرة القدم، لا خصوصا من الناحية الفنية، والجانب البدني كان أحسن وأفضل. لما نرجع للإحصائيات تقريبا جل اللاعبين كمية الجري كانت أكثر من 11 كيلومتر إلى غاية 12 كيلومتر، هذا رقم كبير بالنسبة للاعبين شباب المنتخب، لم يتوقع أحد أن يصل إلى النهائي، وبالتالي فالمنتخب الكاميروني يستحق الوصول إلى النهائي. ثم ممكن نشاهد مباراة قوية أمام المنتخب المصري. نعم، الآن مشاهدينا ينضم إلينا موفدنا إلى فرانسفيل بلال جيزر للحديث عن هذه المباراة. أهلا بك بلال. الأسود غير المروضة تخالف التوقعات، تعبر إلى نهائي بأداء قوي وواقعي، صف لنا الأجواء بعد هذا التأهل وكيف كانت ردود الأفعال أيضا. مساء الخير أمين، تحية لك ولكل مشاهدي قنوات بي سبورتس هنا من ملعب فرانسفيل. الفرحة كانت كبيرة وكبيرة جدا للاعبي المنتخب الكاميروني مباشرة بعد نهاية المباراة، فرحة كانت فوق أرضية الميدان وأيضا كانت في غرف تغيير الملابس، الفرحة كانت واضحة لدى المدرب وأيضا اللاعبين الذين رقصوا وغنوا بهذا التأهل الكبير إن صح التعبير. حسب ما قال القائد موكانجو، لقد تفوقنا على منتخب عريق، منتخب لديه تقاليد كبيرة في كرة القدم. المنتخب الكاميروني أثبت أنه لم يفز صدفة على المنتخب السنغالي الذي كان أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في هذه المسابقة بعدما أزاح المنتخب الغاني، ولكن المدرب أيضا بروس قال لا نحتفل كثيرا لأنه تنتظرنا مباراة صعبة جدا أمام المنتخب المصري في نهائي ليبروفيل، بينما أمين الحسرة كانت واضحة جدا على لاعبي المنتخب الغاني وخاصة الثلاثي أندري أيو، جوردان أيو وأيضا أساموجيان، خاصة أساموجيان الذي يصل لنصف النهائي للمرة السادسة على التوالي، ولكنهم هذا الثلاثي لم يتمكن من فك العقدة. دائما غانا تصل للنهائي أو النصف النهائي ولكنها لم تتوج باللقب منذ عام 82. المنتخب الكاميروني أثبت اليوم أنه لا يملك أسماء كبيرة، لا يملك نجوم كبار عكس المنتخب الكاميروني الذي تبعناه في سنوات الماضية، ولكن نعم. هذا المنتخب بهذه التشكيلة الشابة المتماسكة تمكنت من إزاحة كبار القارة الإفريقية، وهي الآن تحضر للمشهد الختامي أمام مصر. شكرا جزيلا لك بلال جيزة، كنت معنا من فرانسفيل.
هذا وأشاد محلل قنوات بين سبورتس ونجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بأداء المنتخب الكاميروني التصاعدي، مؤكدا أن الطرفي النهائي هما الأكثر حماسة وانضباطا في البطولة. وزي ما بقول لك، هو دايما من المنتخبات اللي بتتحسن مع كل دور. نعم، بيبقى وجهه مخالف. النهارده هو وجهه مخالف في كل شوط. الشوط الاول قدم مباراه كبيره من حيث الضغط العالي، من حيث خلق الفرص. الشوط الثاني لا، في تراجع واستغلال الاخطاء. عليك ان انت في هذه المباراه ما ترتكبش اخطاء. وانا بقول ان منتخب صاحب اعلى حماس واعلى روح بعد المنتخب المصري. كلا المنتخبين عليهم بصمات المدرب واضحه تماما، سواء منتخب مصر ومنتخب الكاميرون. المجموعه متجانسه مع بعض، الروح عاليه في كلا المنتخبين، النجوم بتبرز من خلال المجموعه وليس العكس.